لك فرح واهلا بكم من جديد. مشاهدينا، تواجه الانهار الجليديه في جبال الهيمالايا جنوب اسيا خطرا وجوديا بتعرضها للذوبان والتراجع تحت تاثير ضغط تغير المناخ. وقد حذر الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش من مغبه ذوبان الانهار الجليديه لانه سيؤدي الى ارتفاع منسوب مياه البحر وتسرب المياه المالحه ما يدمر معظم اراضي الدلتا التابعه لهذه الانهار. مجلة ساينس نشرت دراسة كشفت فيها عن خطورة تسارع نسبة الخسائر بسبب التغيرات المناخية، منها خسارة 26% من مجموع الكتلة الجليدية. ويشير علماء البيئة إلى أنه في حال سجل الاحتباس الحراري أو المناخي 4 درجات مئوية إضافية فسيحدث أسوأ السيناريو أو أسوأ سيناريو محتمل، إذ ستتضرر الأنهار الجليدية التي تعد أكبر خزان للمياه على كوكب الأرض. ويهدد التغير المناخي بإذابة الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا وتعريض أنهار الغانج والسند إلى ضحالة المياه فيها. نتحدث أكثر عن هذا الملف مع ضيفتنا من فيينا ديالا الحسيني، الباحثة المتخصصة في شؤون البيئة والمناخ. أهلا بك معنا ديالا. يعني منذ 50 مليون عام عندما تشكلت جبال الهيمالايا لم تخسر النسبة التي تخسرها اليوم من أنهارها الجليدية، وكأن مخزون المياه العذبة في العالم سيصعب على الإنسان الوصول إليه إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه اليوم. هل وصلنا إلى مرحلة تجاوزنا فيها الحل ديالا؟ صباح الخير بداية. نعم، كما ذكرت جبال الهيمالايا أكبر خزان مائي عذب على كوكب الأرض، بالإضافة لأنها تسمى القطب الثالث لأنها تحتوي أكبر مساحة من المياه الجليدية بعد القطبين الجمال الشمالي والجنوبي. للأسف وصلنا لمرحلة صعبة جدا إيجاد الحلول السريعة فيها. اليوم نحن بحاجة لإيجاد حلول سريعة جدا للحفاظ على ما تبقى من هذه الأنهار الجليدية، خاصة أن سرعة ذوبانها اليوم تفوق بشكل كبير جدا. يعني احنا بنحكي ما تشكلت الأنهار الجليدية في 2000 عام وذاب نصفها بحوالي ربع قرن. فاليوم على الدول هناك في مشاريع سريعة جدا في الحل من الاحتباس الحراري وغازات الدفيئة والوقود الأحفوري، وإيجاد أيضا حلول في الحفاظ على ما تبقى من هذه الأنهار بحد أيضا الاستغلال المباشر والمكثف للموارد الطبيعية في تلك المناطق، وخاصة الزراعة المكثفة في مناطق البيرو ومناطق هضبة الكتلة التي تؤثر أيضا بشكل كبير على استهلاك كميات كبيرة جدا من هذه المياه. من شكل أو بآخر نحن نخسر أيضا أكبر مصدر للمعلومات العلمية الموجود تحت طبقات هذه الصخور التي ممكن أن تنبئنا أيضا بما يمكن أن يحدث في المناخ في الأعوام القادمة، خاصة أنها تسجل ما حدث في الأعوام المتجمدة، في السنوات المتجمدة والسنوات الدفيئة. فبالتالي نحن في خسارة كبيرة جدا إذا ما تم خسارة الجزء المتبقي من هذه الأنهار الجليدية. الأنهار تذوب بشكل كبير ليس فقط في منطقة الهيمالايا، وأيضا في منطقة جبال الألب، في مناطق سويسرا، في مناطق أوروبا تذوب بشكل سريع جدا بفعل ارتفاع درجات الحرارة صيفا. طب ديالا، ما هو حجم التهديد الذي يشكله ذوبان هذه الأنهار، ومن هي الدول الأكثر تهديدا؟ التهديد، يعني إذا بدنا نحكي على التهديد الموضوع يطول، لكن خلينا نختصره بعدة نقاط. أولا، كلما ذابت هذه الأنهار الجليدية تشكلت هناك البحيرات المائية،
وبالفعل التراكم السريع للمياه في هذه البحيرات، فقد تكون هناك تصدعات وتتسبب في كوارث كبيره جدا من الفيضانات كما حدث في باكستان يحدث بشكل مستمر وفي مناطق من البيرو ونيبال، بالاضافه الى انها تخسر المناطق او الانهار ومصبات الانهار الرئيسيه الموجوده في احواض الجبال الجليديه الكثير من المياه العذبه التي تبردها خلال العام بشكل متناسق ومستمر، وبالتالي تهدد الزراعه والصناعه ومشاريع الطاقه الكهربائيه التي تعتمد عليها هذه الدول وخاصه الدول الصناعيه الكبرى. بالاضافه لان الانهار الجليديه تعتبر ايضا احد اسلحه الحفاظ على درجه حراره الارض لانها تعكس الاشعه الشمسيه في الغلاف الجوي لشتت الاشعه الشمسيه، فبالتالي تحافظ على درجه حراره الارض، فكلما خسرنا هذه الانهار كلما باتت المشكله اكثر، بالاضافه الى ان هناك من المحتمل ان يتم اطلاق بكتيريا من العصور الجليديه ممكن ان تنبئ ايضا بامطار بامراض كارثيه، بالاضافه ايضا الى ان ما يمكن أن يحدث من ذوبان الجليد يمكن أن يطلق غاز الميثان بكميات كبيرة جدا لأنها مدفونة نعم تحت طبقات الجليد، نحن نسير بدائرة مفرغة، ارتفع غاز الميثان، ارتفع درجات الحرارة، ذاب الثلج بشكل أسرع. ديالا، عندما نعود إلى موضوع المياه العذبة، أكثر من مليار إنسان اليوم على كوكب الأرض يعيش في مناطق يصعب عليه الوصول إلى مصادر المياه العذبة الأساسية للحياة. ما هو التأثير المباشر الذي يحمله انهيار وتراجع الأنهار الجليدية في سلسلة جبال كالهيمالايا على نسب المياه العذبة الذي بإمكان الإنسان أن يصل إليها؟ التهديد المباشر للمياه العذبة، يعني احنا رح نحكي قبل عام 2035 الانهار تذوب بشكل سريع، التهديد الاكبر هنا اليوم هو في الخطر الذي ممكن ان يزيد من ارتفاع مثلا سطح مياه سطح البحر والفيضانات، الا ان المياه العذبه ممكن ان تنحصر او ممكن ان تكون هناك عوز المياه العذبه بعد عام 2035 بناء على 2050 حتى عام 2100 حتى نهاية هذا القرن يمكن أن يكون هناك عوز كبير جدا لمصادر المياه العذبة، وبالتالي هناك أبعاد سياسية واقتصادية كما تعلم، هناك سيكون هناك صراع على الموارد ومصادر المياه بين الدول وخاصة أن الصين تهدد الشكل الأكبر أو الخطر الأكبر في تلك المنطقة للمشاريع المشبوهة التي تقوم بها لتزويد الأنهار أو سحب مياه الأنهار بشكل كبير جدا والتأثير على النظم الإيكولوجية في مجاري الانهار في تلك المناطق، فبالتالي بعد 2035 خلينا نحكي بحدود عام 2050 اذا ما تم هناك اذا ما انحسرت هذه المياه وكان هناك عوز مائي طبعا ستؤثر على مشاريع الطاقه الزراعيه التي يعتمد عليها ماذا عن منطقتنا العربيه ديالا؟ هل المنطقه العربيه مهدده بفعل ما يحدث في الهيمالايا وغيرها من سلاسل الجبال؟ العالم كله مهدد بفعل ما يحدث في الهيمالايا لان الهيمالايا تعمل كثاني مصرف للحراره بعد القاره القطبيه الجنوبيه في العالم، فهي تتفاقم على درجات الحراره وبالتالي تؤثر على انماط الطقس والمناخ، اذا ما تم ذوبان الثلج الجليد عفوا سيكون هناك العديد من الامراض التي تنتشر في كافه انحاء العالم ليس فقط في منطقه آسيا ولا حتى في مناطق أوروبا في كافة أنحاء العالم، التأثير أيضا على المياه الجوفية ممكن أن تنتشر في الأحواض المياه المالحة تؤثر على المياه الجوفية على مناطق الدلتا على الزراعة، وبالتالي ستتأثر فيها دول العالم بشكل مباشر لأن هذا التأثير سيكون أيضا على الثروات على منسوب مياه سطح البحر، وبالتالي ارتفاع سيؤدي إلى حموض أو تحمض المحيطات والبحار، سيؤثر على المخلوقات المائية، وبالتالي سيكون هناك عوز للثروات نعم. الحيوانية والنباتية. يلا، كل ما تفضلت به يدق ناقوس الخطر، ما الذي يمكن فعله؟ هل من الممكن فعل أي شيء لتدارك مخاطر وانعكاسات ذوبان هذه الأنهار؟ أم كما قال أو سألك محمد في البداية، هل فات الأوان؟ نعم، اليوم نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات كما هي نعود للمربع الأول بخفض الانبعاثات على العالم بكوب 27 القادم أو 27 القادم في الإمارات،
أن يكون هناك خطط واضحة ووطنية أيضا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لتفادي السيناريوهات الأسوأ. يعني اليوم ممكن بحلول عام 2050 حتى عام 2000 خسارة حوالي 50% من الأنهار الجليدية. إذا ما تفضنا تم تخفيض الانبعاثات، ممكن المحافظة على ما تبقى منها. هذا أولا. ثانيا، هناك يجب أن يكون هناك توجه عالمي لحماية المناطق أو المناطق الأنهار الجليدية في الهيمالايا. هناك غياب عن الدراسات الموجودة في تلك المنطقة، لا يوجد لدينا أرقام دقيقة حول سرعة أو كمية أو كيفية تراكم الجليد في تلك الأنهار، لأنه لا يوجد هناك دراسات دقيقة في تلك المنطقة. بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك أيضا نشر للتوعية في تلك المناطق أو حتى حمايتها دوليا، وخاصة في المناطق المحمية من قبل اليونسكو، للتقليل من خطر الإنسان واستغلال الموارد في تلك المناطق. الدول ذكرت قبل قليل الدول الأكثر تأثرا، باكستان من الدول التي تتأثر بشكل كبير نعم، جدا من الفيضانات المستمرة، أيضا نيبال شكرا والهند والصين. شكرا جزيلا لك ديالا الحسيني، الباحثة المتخصصة في شؤون البيئة والمناخ، كنت معنا من فيينا. شكرا لك.